اليوم هذا الولد الشهداء هو قيادة لتاريخ المغرب في الدفاع عن الدين. هذا عار هذا عار سيجيب الصدار. هذا عار هذا عار صهيوني سير بحالك والمغرب ماشي ديالك. صهيوني سير بحالك يا صهيون يا ملعون كيف ما كنشوفو هذه عندنا مبادئ اضرب 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 كيف ما كنشوفو هاد اللوحه هادي نضمناها كجبهه مغربيه لدعم فلسطين وضد التطبيع باش نعبروا على الراي ديالنا والموقف ديالنا وديال اللي كنعتبروه موقف ديال المغاربه كاملين من القضيه الفلسطينيه ومن الزياره ديال وزير العدوان الصهيوني بيني غيت. الا اننا نفاجأ بالتدخل العنيف ديال السلطات العموميه حوات العموميه اللي منعتنا بالتعبير على الراي ديالنا. الشعب موبيليزي على الشعب 50,000 واحد على الشعب باش يقول كلمه الحق. ما بغيناش صهيون في هذه البلاد، ما بغيناش خداله في هذه البلاد. حنا ما مطبعينش والمغاربه فهموا القضيه، راه صهيون ما غايجيب لينا غير مشاكل على كاع. اللي بغى يعتقل يمشي يعتقل المجرمين الصهاينه اللي راهم في البلاد اللي جاوا البلاد اليوم، يعتقل ذوك الضباط وذوك الجنود اللي جاوا اليوم. وكنقول لهذ المجرمين الصهاينه على انه المغربيه المغاربه ما كيرحبوش بكم، واللي كيرحب بكم هو النظام المغربي هو اللي كيحميكم بالبوليس وبالعسكر، اما حنا رافضينكم لانكم مجرمين حرب.